هؤلاء لا يمثلوا الجنوب، هؤلاء لا يمثلوا الجنوب بصفة عامة، إنما يمثلون أنفسهم بصفة خاصة. وأغلب أبناء الجنوب وأمس أبناء يافع اصطروا بيا وكانوا واضحين في هذا بأن هؤلاء لا يمثلونهم. رسالتي لهؤلاء، أولا رسالتي للحكومة ولرئيس الجمهورية أن يتقوا الله فيهم. والرسالة لهؤلاء بيتذكروا ما فعلوها أبناء الشمال معهم، وخاصة في أحداث يناير استقبل الشمال ما يزيد عن 50,000 من أبناء الجنوب، وكانوا دائما يعني لا ننظر كم موجودين من أبناء الجنوب بيننا، ولم يحسوا يوم من الأيام أنهم في مكان معزول أو أنهم في كذا، بل يحسوا بألفة وأخوة ومحبة من أبناء الشمال تجاههم. وكلنا في الأخير إحنا يمن واحد. دعوة تفرقة ودعوة شاذة لقطع الرحم وقطع صلة الأخوة بين الإخوة، وهو رسالتي أن يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى أخوتهم وأقربائهم، ومن قطع جسده أو لحمه أو فصل ساعده أصبح بلا ساعد أو بلا يد أو بلا زناد. رسالتي لهم أنهم يعيدوا إلى وعيهم، وإن هي يمن واحد ودولة واحدة وشرعية واحدة. نقول للجنوبيين لا الانفصال، احنا نحن شعب واحد ولا نريد الحزبيات ولا الانفصاليات، ونحن زي ما تقول أخوان، كلنا يمنيين أخوان، ما نريد هذا لا يفرق بين هذا شمالي ولا هذا جنوبي ولا هذا يمني وهذا مدري مش، كلنا يمنيين. لأن الجنوبيين عايشوا معنا في الشمال عيشة حقيقية وفعلية كأخوان كأسر واحدة متكاتفين فيما بيننا، البين أصبحوا شيء بنا ولا كانوا هم لا شيء من قبل، أعطيناهم كل الحق ليكونوا دولة حقيقية، ليكونوا جنوب حقيقي، ليكونوا يمن حقيقي. كمواطن ندين نستنكر ما يحصل للمواطنين في محافظة عدن، لأنهم لا ذنب لهم فيما حصل، يعني العدو الذي هو الحوثي يعني هم عارفين، يعني مفروض يتوجهون للجبهات إذا هم حق انتقام وكذا يمشي للجبهات. هذا أسلوب غير لايق، معناته أنهم يعني عميل مع الميليشيات وهو في خط واحد، ولذلك نجوب الشمال والجنوب خط العدو الأكبر هو الحوثي، العدو الإيراني الذي شرد فجر المساجد، فجر دار القرآن، هدم منازل الناس. وهذا الغلط، وهذا يدل على الأمن والمحافظ، المحافظ قد استدعى، ما فعل يعني استدعى، يعني نصح المواطنين لا يطردوا.